تعالى وبركاته. تحية لكل أصدقاء أينما وجدوا. جنوي تبارك الله عليك سي عبد القادر، مرحبا بك. نحاول نتقاسموا معكم الصور الجميلة هاد الأجواء المطرة. واحد الموجه ديال العجاج والغبار، الحمد لله بدات قطرت خير. كانت هذه اللحظه عبد القادر غير طليت ومشيت، غير الاخوان اللي يتابعوا معنا نديروا بما كو واحد الجوله يعني عبر الشوارع بركان. أبو الخير أقدم مؤسسة تعليمية، وهذه عملة إقليم بركان جانب ديال واد المولى. Thank you.
الاصدقاء ديال الاخوان اللي الليمون هادي ثانويه الليمون ثانويه الليمون تحية للجميع ودائما نقولها يعني هذه الخرجة كانت يعني واحد موجم ديال العجاج اللي هكذاك كما زيت يعني قال لها شاب المختار قال له وجدة ما العفو سيدي يعني دار لكم هكذاك طابة نزلت عليكم أمين أمين العيشاوي صديق ديالنا الابن ديالنا السيد بشير سيارة التعليم تتسير ما بغيناش الله يحفظه ويجيهم ويجينا كاملين تحية لكل الأصدقاء اللي كيتابعوا معنا البث نقول لكم أهلا وسهلا ومرحبا وكل واحد إلى مدينة ولا إلى بلد يقولنا قدمنا يعني تواصلوا مع الأصدقاء الأصدقاء اللي خارج ديار أكيد كيشوفوا جانب من أو شارع من شوارع ديال المدينة كيتابعوا الحنين ولا يعني مكان من الأماكن والأمكنة ديال هاد المدينة دائما نقولها وكل صدق صغيرة بالمساحة ديالها لكن كبيرة بالرجالات ديالها وبالنساء ديالها وبالخيرات ديالها يعني دائما هي يعني مدينة يعني هي صغيرة لكن كبيرة بالرجالات ديالها وبالنساء ديالها وبالخيرة ديالها وبمناظرها الطبيعية الخلابة المناخ ديالها رائع ورائع جدا لأن هي يعني كتبقى يعني ساحلية جبلية سهلية وكل ظروف مناخية مواتية باش تكون واحد إقليم رائع ورائع جدا إقليم بركان
عز الدين مشني. من بعد غادي نحاول نقرا التعليق ديال الاصدقاء اللي كيتابعوا معنا دائما وابدا. هاد المره غادي نختار لكم واحد جانب. حتى الرؤية يعني صعبت شيئا ما. الجو لأن كان يعني هذه الأيام القليلة يعني كان العجاج بواحد الشكل قوي، والحمد لله الخير عند ربي، وكل يعني حاجة عندها الدور ديالها في هذه الحياة. ف يعني صراحة والله إلا يعني تصعب الرؤية، يعني صعوبة الرؤية سيرحو. كل احترامات تقديرك سي ميمون، تبارك الله عليك سيرحو، مرحبا بك. سيد قادر عيشاوي بشفاء العاجل يا رب لك سي عز الدين، يعني اللي راه شكون رايان عندنا سي عز الدين مجني. انا في الدار البيضاء حاليا للعلاج. الله الله يشافي ويعافي. اللهم رب الناس اذهب الباس واشفي انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. يعني الصديق ديالنا زميل العمل بالمكتب الجاوز ما في لحي من ويبركان، واللي يبقى يعني في مصلحة ديال التخطيط والبرمجة سي عز الدين جني، نسأل له الشفاء العاجل. سي القادر عيشاوي الأخ ديال سي أمين اللي كان الباب مرحبا.
يا الله يا الله، الحمد لله على إمكان الخير. الله 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 الله، نعمة الله، نحمده تعالى ونشكره في السراء والضراء. ملك الأمطار الخير، الله تبارك الله، اسمع لي. دنا تحية لكل الأصدقاء، سي عزين أخويا الله يشافيك ويعافيك وما يكون بس إن شاء الله. محمد الجعي هذا الصديق ديالنا ابن السعيدية الزوهر الزرقاء، اللاعب سابق النهضة البركانية المقيم ديال بلجيكيا. تحية لك سي الجعي وتحية لجميع الأصدقاء وخصوصا أبناء السعيدية. الكورنيش ديال واد الشرعة، وعلى جانب الأيسر هنا حي الرومية، يعني المحادي لبويقشار، الحي العالمي كما يحلو لي دائما أن نسميه. حي بويقشار على اليسار، السوق المغطى، أمطار الخير يعني اللي خلاتنا نتحركوا شوية نتقاسموا معكم هذه الصور. طريق الزلاقة، حي الزلاقة اللي طريق ورداس، طريق الزلاقة اللي معروفة بدوار الميكا، يا حسرة دوار الميكا اللي من العالم تاع التسويق. حي
سي محمد المرابي تبارك الله عليك الصديق ديالنا، شكرا لك اخي على هذه التغطيه المباشره. تحياتي للصديق سي محمد المرابي، سلم لي على خبشه اخي ميمون. فعلا الميكا يعني الخبشه دوار الميكا يعني حي الزلاقه، صديق ديالنا خبشه اللي كيتواجد في فرنسا. عز الدين جني امين يا رب العالمين. مساء الخير اخي ميمون، هذا السي محمد المرابط، الله يرحمنا، هذا السي محمد السليماني، تحيه لعائله السليماني. عز الدين جني، اتمنى ان تشمل المملكه المغربيه باكملها وخاصه بالمنطقه الشرقيه التي تعرف شح المياه، فكل شيء عند ربي قريب السي عز الدين، كن فيكون. الحمد لله على هذه الامطار في مدينه بركان عبدالأفدل، فيعني كانت يعني نقولها موجه ديال 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 الرياح والعجاج اللي بطو، راكم تشوفوا حتى الرؤيه يعني اصبحت غير واضحه، لان مازال عاد ديك مع الشتاء التراب. الحمد لله على ايين الحمد ونشكره، كون فيكون كل شيء عند ربي قريب، كون فيكون سبحان مبدل الاحوال. كان هنا واحد الملعب في 94 كنا شاركنا في واحد الدوري، اليوم راه يعني حي الرياض يعني حي قائم بذاته. هنا كان الملعب، غنتقاسم معكم عدد المرات صوارو، وهذا على الجانب الايسر يعني حي الصديق، والى جانبه حي قشاط، حي قشاط. تصعب الرؤية لحد ما تصعب الرؤية، هنا تيوراب وعلى اليسار حي قشاط، هذا التيوراب. الجانب الأيسر هنا حي المعلمين،
كان على اليسار حي المعلمين، ومن هنا ديال قبالات يعني الحي هذا ديال باب بركان، يعني بركان الجديد اللي ديال ناظور دابوغات، وهذا يعني باب بركان على اليسار على اليمين. شوفوا يعني كي كتبان يعني الاجواء يعني تصعب الرؤيه صراحه. يا سبحان الله. السلام عليكم، شكرا اخي محمد جاي. يوسف اخوان لي يوسف عيساوي، يوسف عيساوي هذا الصديق ديالنا الحارس الصديق تبريري.
السلام عليكم اخواني اخواتي السيدي الاخوان. يخلف واحد العدد ديال الوجوه معروفه كنشوفوا الاسماء ديالها وبغيناها تواصل معنا، غير يتواصلوا مع الاصدقاء اللي كيتابعوا معنا. ما يعني ود يعني يحد الان سي الزاعي هو اللي تواصل معنا. شوفوا يعني سبحان الله سبحان المبدي الاحوال كن فيكون. الساعة تشير إلى يعني لا كنت غلط من الثالثة سبحان الله. يعني يعني ما شاء الله يعني كل شيء مرحبا بكم اخوان ديالنا اللي كتابعوا معنا الان. بكم اهلا وسهلا ومرحبا. اعتذر على هذا الصوت المزعج لان كان برازي محمد. اذا نودعكم ربما
عادية. سبحان مبدي الأحوال كن فيكن. سبحان الله. ميمي محمد الله يرزقنا الله يرزقنا برحمته أمين. ربي حنين ورحيم كن فيكن. سبحان الله هذا الجو يعني وكأنه يعني راه الليل يرخي بظلامه يعني سبحان الله. Thank you.
السلام عليكم باتين، ندير لكم واحد الجولة ميمي. يكون قضية القوا عليها خسوف الكسوف اللي قالوا عليها قالوا هضروا على الخسوف والكسوف، ولكن هذه يعني تبدو انه ديك الموجة ديال العجاج واللي كانت السماء كانت تراب، يعني هي اللي خص غير تسقط مع الشتاء ان شاء الله تكون قويه وتصفى، وراها السماء متجهمه ان شاء الله. ديك التجهم ديال السماء وديك السحوب يعني تترجم لامطار الخير اللي تعم الفائده ربوع المملكه من شمالها لجنوبها لشرقها لغربها، والخير مع الشتاء وان شاء الله يكون خير وكل شيء عند ربي قريب وربي حنين ورحيم. تحيه لك استاذ قاضي، تحيه العائله ديال قاضي. يا الله يا الله، شوف يعني راه كنتمشى ومع ذلك كتلقى ديك يا رب ترحمنا. زال عدد الترابي تحت السماء مع الشتاء نورمال. غير واضحة هذيك العجازة، وغادي
الإسلام لن يعود يصبح الحال. تحية لكل الأصدقاء، نستغلوها فرصه ندير واحد الجوله ونخليكم تعيشوا معنا، خصوصا اللي كيكونوا بعاد وما قال لي راه هنا راه مش عايشين هنا ديالهم. هذه المجد على اليمين وهذه الطريق مدى غير في ثلاثة ديال الشيات، ثلاثة ونص ثلاثة وربع هذا النوحي، يعني فات حنا مباشرة معنا عارفين التوقيت وكتبدو أنه يحاولوا على هذا. التوقيت يعني تبدو أنه يعني تصعب الرؤية.
الا هذا الشيء يلا كل شيء قريب. وحاولت باش ندير بين معكم واحد الجوله برا الشوارع كان يعني برا برا انها كتكون اخترت المواصلات او كتل الحركه في المدينه هذا الجو كان صعب الإعجاز وذاك التراب راه هو اللي كيحجب الرؤية وتاطح واحد الشتاء وراه بدا يسهل الحال. بغينا إن شاء الله ذاك الشتاء اللي تقلع الغمة بإذن الله. هي دائما عندنا يعني كيما يكون عندنا الجو كيكون مضاعف في وجدة، كانت برودة كتكون برودة مضاعفة، كانت الحرارة كذلك. ربي يحفظك وتحية لك سيميمون، تحية للأستاذة قاضي ومن خلالك تحية للعائلة كاملة، مرحبا. صحتك سيميمون، نهارك سعيد دائما المفاجأة في هذا الصباح الجميل كان يعني أنا وياه. والآن رقيب المطر، الدراجة الهوائية أكيد الدراجة الهوائية يعني كنشكروا صديق ديالنا مباشرة كان معنا من برشلونة ونقلنا يعني الطواف على ميلي برشلونة سي توفيق الشاطر عن طريق الواتساب كنا مع المباشر. الجميل كان الدرجة الهوية والآن تراقب المطر ذلك قليلون. الله يحفظكم لمدينة بركان وتحياتي لك وشكرا. إن شاء الله السي زاير هذا الأستاذ ديالنا ديال الفنون القتالية متنوعة، وهذا يعني يعني كنا أبطال ودرنا معه لقاء نفتكره، ومازال إن شاء الله غادي نديروا معه جلسات ونهضروا شوية حتى على ديك التحطاحة اللي كتبقى يعني عالمية، وهذيك يعني محطة من المحطات الميدالية ديال المقاومة، وأول علم ترفع تما بعد الاستقلال يعني العلم المغربي ترفع تحتها، وإن شاء الله يدير لنا واحد اللمة مع وجوه البركانية أبناء تحتها ونتكلموا شوية على القرابة العليا والقرابة السفلى اللي هي السفلى اللي هي بوقشار، وعلى مدينة بركان وعلى الأحياء اللي كانت تشكل مدينة بركان ويعني إلى يومنا هذا. نشكرك جو فكرنا هذا جو زمان والشتاء أكيد سمع زمان يقول هذا قضية رها يعني رها شخت ركي عاد بنته البارحة تبارك الله عليك ما زلتي شابة يعني غير بصحتكم الشتاء. احنا وجد عندنا العجاج فقط، إوا الله يعطيكم الشتاء ويعطينا الشتاء وربع المملكة وتعم الفائدة.
السيليو شنو مكناس كي دايره الاجواء هناك في مكناس. اذا تحيه لكم اخواني اخواتي كاملين، كنشكركم دائما على التواصل ديالكم معنا. وحنا هاد البلاصه هنا مجيت هوار وواحد الحي اللي تمنا السميه ديال هاد الحي هذا، مشيت طريق قابوياوا الشعال ما شاء الله. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين يا رحمن الرحيم، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانصر رحمتك وحي بلدك الميت. شكرا جزيلا للعفو سي انيس، وتحيه للعائله ديال الشعال. هبري هبري الحمد لله على نعمه التي لا تعد ولا تحصى. تحياتي سليمون، الحمد لله، الله يحفظك، تحية متبادلة، فكل شيء عند ربي قريب، كل بيكون الحمد لله. مازال نتمنى إن شاء الله أمطار الخير وتعم ربوع المملكة، لأننا محتاجين المياه الجوفية والسدود والويديان، هذا يعني الأرض ديالنا محتاجة. بركان بركان السلام اخي ميمون، تحياتي لك والتحيه متبادله. بكاي ابراهيمي هو كنشوف، تبارك الله عليك. فتحي فتحي بالعزيز، اللهم بارك ما شاء الله بصحتكم بصحتكم سي ميمون، الله يعطينا الصحه كاملين. ميمي محمد بوراس، راس ديال بوراس، راس ديال بوراس،
بلال بوراس كان راه تسدى بوراس هنا يعني كان برازيل صلاح الدين اخوان محمد قضاد تحياتي سي ميمون تبارك الله على مطال الخير وبركه. هذا السي محمد قضاد الرئيس ديال النادي النهضه البركانيه لألعاب القوى وهو كيتواجد في ديار اسبانيا. تحيه للسي قضاد دريس دريس بربوشه تحياتي لك سي ميمون اللهم غثنا وارحمنا برحمتك. هذا اللهم امين هذا الكاتب العام ديال جمعيه قدماء حكام الجهه الشرقيه وصله الشرق للدين السي دريس بربوشه من خلاله تحيه لباقي اعضاء المجموعه يعني الرائعه. كنا نحاولوا نتقاسموا معكم يعني هذا الجو وتقاسمت معكم بعض الفيديوهات القصيره لان كانت لوحة فنية تشكيلية ربانية صراحة يعني لوحة يعني سبحان الله سبحان الله مبدي الأحوال كن فيكون. فتحية لكم إخواني أخواتي أينما كنتم تحية عطرة ملؤها التقدير والمودة بعد لكم. نقرينا التعليق يعني سؤال نشوفوا تعليق ديال الإخوان. يحيى ليو شكرا سي ميمون الله يعطيك الصحه. سي يحيى شاين لها الهادي بن عيسى راك تواجد ب بمكناس قلنا الاجواء كي دايره بصح تكون الشتاء حنا وجده قلنا غير عجازه السلطان سلطان زمان. نتمنوا دائما تكون السلطان دائما سلطان ديال زمان وديال اليوم وديال دائما سي ميمون ذكرنا هذا. اذا كنشكركم دائما على التواصل لا يعد على توديعكم إلا دقائق معدودة وغادي نقول لكم إلى اللقاء وفرصة قادمة بحول الله. كل شيء كيطيح غير 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 تراب مازال عاد خاص واحد الشتا إن شاء الله بإذن الله لأن باش ديك التراب لأن كل شيء تراب ها هو راه غير من هنايا حليت واحد شوية تراب. حوست فيكم شي شوية نتمنوا تكونوا قضيتوا معنا الوقت واللي راه بعيد يشوف بعد هذه المنطقة. هذا ديال حي الوفاق اليمين واللي قبلتي هو حي المجد وفعلا اسم على مسمى المجد. إلى اللقاء فرصة قادمة بحول الله. إلى اللقاء. إلى اللقاء.